السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج جديد لهذا الاسبوع. اليوم غادي نديرو اكلات خفيفه وسريعه او ميم طون باش يتوفر يتواجد عندنا الاكل في المنزل ديالنا. غادي نديرو شيفلور في الفرن بالفرماج والناطا، غادي ندير كول مع سباراغوس سالتيادو، غادي نديرو الفلفله مشويه كما كنديرها دائما في الفران من بعد كندوزها في الزويته، غادي نديرو واكامولي، البيض مسلوق، وغادي نديرو الدجاجة في الفران، ونديرو شوية ديال البسكادية مقلية. هانتوما معانا. ودابا بغيت نشارك معكم الكومبرا ديالي دي السيمانة اللي درت هاد الأسبوع. هذا الفرماج طري اللي كنت شاركته معكم السيمانه الفايته، هذا فرماج ميسكلا ديال المعزه والبقر، كانوا دايرين فيه برومو. هانتوما كتشوفوا ما كاين لاش عاد نبقى كنشرح حاجه بحاجه. الخميره معجونه، بغيت ندير دونوت. هذا البيض كامبيرو اللي كيسرح ماشي اللي نخاول، هذا غير بياض البيض كيتباع جاهز اللي بغى يديرو في الكريب ولا في شي وجبه. حليب الكوك كنشريه من ميركادونا اللي كندير في دياتا كيتو. وهادو الزرارع اللي وليت دابا كنستعمل في الفطور، هذه زريعه القرعه خاليه من الملحه، هي وزريعه نوارت الشمس ناتوريل، طبيعه الحال اللوز، اللوز خضر. وهذه زريعه في اغواصال، يعني ما فيهاش نسبه الملح بحال الاخرى، كنستعملوها في الويكاند كنتفرجوا التلفازه كتعجبنا ناكلوها. وبغيت نشارك معكم هاد البرودوي ديال تريس بروخاس البنات، الصراحه غزال، المرمول الزليج كيخليه كيلمع، والماء المعدني. هادو واحد لي طابير كتعرفوهم، نديرو فيهم نطيبوا فيهم اللي بغينا، مسكوته ولا لحم ولا، وكيترماو. هذا التشين ديال كانارياس يلا خرج، والكاغيط ديال الوجه كنستعمل واحد اخر ولكن ما جبرتوش، والحليب بطبيعه الحال. كنتقداو التقديه ديال السيمانه اللي غادي نشربوا من الاثنين الى السبت ولا الحد، مع الخضيره ديالها والفواكه ديالها. هذه المواسم، الموسم ديال الكاكي كيكون عندنا رخيص، دونك الواحد يستغل الفواكه ديال الموسم ياكلها. وهذه ميركادونا جابت دجاج حلال ولقيتو هزيتو، هذه بيشكاديه غزاله البنات عجباتنا، وليت دابا كنستعملها بزاف. وبطبيعه الحال الخضار اللي كنستعمل انا خاصه في الريجيم ديالنا الكيتوني، والشلاضه. هذا خبز كانوا دايرين فيه الاوفر وخديته بطبيعه الحال ديال لي سيريال، والفواكه الجافه ديال الاسبوع، البيبينو هذا مخلل زوين ما فيهش سكر وما فيهش داك غلوتاماتو، حتى هذا الزيتون كنشري هذا لان الوحيد اللي ما فيهش غلوتاماتو، هي واحد الماده راه ماشي صحيه. لي سيريال البنيته وكيري، وواحد التون. هادو تورون كيخرج في هاد لي فيت ديال نافيداد هنايا، دونك صعيب باش تلقى بدون سكر، كيستعملوا له كيديروه بالمالتيتول. مالتيتول ماشي صحي 100%، ولكن الواحد باش يحيد الجنون ديالو ما فيها باس. هادو غيطا سالاداس ما فيهمش بزاف ديال المكونات، غير طحين وصبادا ونخاله، زوينين صافي. والربيع اللي نحتاج السيمانه هذه كنديرها مع الفرماج والثومه وشويه ديال البزار شويه ديال الحاره، كندهنوا بها لي طوست كتعجبنا. ما عقلتش السميه ديالها بالعربيه، دابا نشاركها معكم في قناه الوصف. وبغيت نشارك معكم الكافيتيرا ديالي الكلاسيكيه اللي خديت من ايكيا، غزاله غزاله غزاله، راني جربتها زوينه، ديال لينوكس، كتصلح الاندوكسيون كتصلح البوطه كتصلح لكلشي، غزاله ما كتصداش لا من الداخل ولا من برا. والثمن ديالها كنظن 20 اورو باش خديتها من ايكيا. شحال هادي وانا باغا نشريها، كنت شريت وحده اخرى من دوك الكلاسيكيين ولكن كيتصداو ماشي صحيين، وبغيت نجرب هادي، والصراحه عجبتني بزاف، حتى لا فورم ديالها والديكور ديالها مزيون.
ودابا نبداو البرنامج ديالنا اللي لهذا الاسبوع. الفلافل اللي ما كتختارنيش بطبيعه الحال نديرها في الفران تشوى في فلفله خضراء فلفله حمراء. حنا عندنا غاليه، نتوما ما عرفتوش عندكم رخيصه ولا غاليه حتى نتوما. نديرها في الفران دغيا كتوجد. هذا الفطور ديالي، ها هو تشيا مع الزراره ومع الحليب ديال الكوك. صافي الدجاجه راني ديجا غسلتها بالملحه والحامض واستقطرتها، ودابا نقطع الربيع وغادي نعصر الربيع الحامض عفوا، وغادي نشرمل الدجاجه ديالي ونخليها على جانب باش تشرب داك العطريه. هاد المخو بردي غزال البنات، فيه جميع العطريه مخلطه والعشوب، كيجي زوين في الدجاج وفي اللحم. صافي العطريه ديالي ديال دائما، انا عطريتي كلاسيكيه ما كنبدلهاش، الابزار سكينجبير شاونيه واحد الخلطه ديال اللحم الا كنت نستعمل اللحم، وخلطه ديال الدجاج الا كنت نستعمل الدجاج. صافي والملحه والزويته دائما. غادي نشرمل الدجاجه ديالي، يعني كتعجبني تكون مشربه العطريه ديالها، ونخليها نخليها على جانب. راني تفكرت هاد المره الوانطي ودرتهم، بعد المرات راه بلا وانطي بلا والو، زيد حتى كنتفكر في الاخر بانني راني صبغت يدي. ها هي بيشكاديه، راني كنت كنخليها تما تحيد لها الجمد. هنا قطعت واحد نص بصيله، صافي نحط هذيك ونخليها حتى تشرب العطريه ديالها، عاد نشعل عليها. الا شفتوا انا الخشبه ديالي راه ما كنقطعش عليها لا اللحم ولا الدجاج ولا الحوت، باش كنبقى على خاطري ما كنعرفاش بانها تعفنت ديك الخشبه، واخا كتديزانفيكتيها واحد كيبقى مرتاح. صافي هنايا الشيفرون كنت سلقتو، غادي نديرو في الفران. كيعجبني الشيفرون، كيعجبنا بزاف ماشي غير ليا، حتى لبنتي والزوج ديالي كنديرو هكا. كيدير غير نص طيبه يلا كيدخلوا الطياب. صافي كنديرو في بانديخيطه، ندير له مليحه، ما كنكثر فيه حتى حاجه الصراحه، عادي بطريقه بسيطه جدا. ما باغينش حنا في الميل بريب الواحد ما خصوش يدخل في بزاف في التفاصيل، وهذه خصو يسهل عليه الشغل ما امكن، باش ما يحصلش في الكوزينه النهار كامل. صافي غندير له شويه ديال الفرماج اللي عندكم، انا اللي كيكون عندي في الدار موتزاريل ولا كواترو كيسوس ولا ايدام ولا ايمنتال اللي عندكم. وهذه هاد الناطه البنات، الناطه دائما حداو راسكم، راه الناطه كيكونوا مخلطين فيها بزاف ديال المواد الحافظه وبزاف تخربيقكم، حاولوا تاخذوا الناطه اللي تكون مستعمله غير من حليب البقر. صافي غير الدهون ديال البقر. وهذا سباراغوس غادي نديرو في الفران بطريقه سهله، مره كنسلقو غير في الماء سوطي، مره كنديرو في ميكرو اوند، مره في الفران، كل مره وكيفاش كنديرلو. كنحيدو ديك لابارتي كتكون قاصحه، غندير عليه شويه ديال الزويته شويه د مليحه ونديرو في الفران 5 دقائق كيوجد. ردوا معاه البال لان بعض المرات انا راه كيفوتو الطياب. صافي هذه زيت الافوكا زوينه البنات، هذه زيت وكتصبر ما كنستعملهاش يعني بزاف. وهذه واحد بتيت سلطه حنا كان معتمده عندنا بزاف، مع التورتيلا مع لي طوست ديال الخبز، مع بزاف كنستعملوها في العشاء خاصه لافوكا. لافوكا كنعصر عليه الحامض باش ما يتوكسيداش، ونقطعوه بصيله ومطيشه وشويه ديال القزبور، كيتواتى معاه القزبور ماشي المعدنوس، حيت انا بعض المرات كندير المعدنوس، وما المعدنوس هو صحي كيحيد لي ليكيد من لو كور، ولكن ما كيتواتاش بزاف مع لافوكا. وهذه سي اون سالاد ميكسيكان، هنا كياكلوها بزاف عند لي ريستورون ميكسيكانو، مع التورتيلا ولا مع دوك سميت كيقولوا لهم بحال الشيبس، هما كيكونوا شويه قاصحين مثلثين، راكم تكونوا عارفينهم. دونك غادي نخلط كل شيء، وغادي نخلي في داك الطابر نيت ديال الزاج تما غادي يبقى. صافي لافوكا راكم شفتوا الحيه اللي كنديروهم، تحافظوا عليهم في الكاغيط، الا شفتوهم شي مره بروموسيون يشريهم الواحد ويخبعهم في الكاغيط، راه كيوجدوا في يومين 3 ايام كيكونوا طابو. صافي انا كنحماق على هاد السلطه، هادي سي اون سلطه رائعه وصحيه 100%.
ما فيها لا بطاطا ولا الرز ولا نشويات ولا والو، دهون صافي. الدجاج هاي كطيب والماكله ديالي راه كطيب. ما كنبغيش نشارك معكم كل شيء بالتفاصيل باش ما يجيش الفيديو الميل بريب ممل، غير مقتطفات. هذه الفلافل راه من بعد ما بردات حيت لها القشره كنديرها بطريقه عشوائيه في المقله. كما كتشوفوا كنبغيش نكثر الهضره بنيت البنيته ديالي بسبسكرايب ولايك. صافي غادي نديرها كامله ديك الفلفله. هذه الفلفله كنستعملها حتى هي في العشاء مع الطوست ولا في المريندا فوقاش ما، لان الفلفله ما فيهاش النسبه ديال الكربوهيدرات والسكريات بزاف. من الخضار الاولى في نظام الكيتو هي والكروم. دي لا زويته بلديه مليحه، كمون، وعندي داك القزبر من عندنا ست ثومه واجد. صافي وكندير لها شويه الحاره، كتعجبنا شويه حاره الكمون، كيعجبني المذاق انا ديال الكمون مع الفلفله كيتواتى بزاف. ها هي ديك الحاره، ما حراش بزاف غير بيكونت شويه، يعني كتلاحظي بانها كتبيكي شويه. صافي وكنرد هاد الشحر فوق المقله 5 دقائق هي وجدات. وهذا هو الميل ديالنا، ها هو وجد. البيشكاديه قليناها، الدجاجه درناها في الفران تحمرات، هذا الشيفرو اللي درت في الفران، الفلافل ديالنا الفلافل دغيا كتوجد. لا صالاد ديالنا كنأكومبانيوها مع هاد التورتيلات كل مرة معاياش كنأكومبانيوها. هادو الفديوشات الرانشو كاناريو كنديرو لبنتي كيعجبها. البيض مسلوق ما يخطاناش، دائما خصو يكون متواجد في الثلاجة، كيدوز والو دوك 6 8 10 البيضات كيدوزو يومين 3 ايام. وهداك سباراغوس مع لاكول اللي كنوجد معاكم دائما، الفرماج بطبيعة الحال تنتمبيه مع الفواكه الجافة والمياه الغازية اللي كنستعملو في الأسبوع. الشلاضه راكو عارفين ما خصها تكون ضروريه في الاكل ديالنا سواء في الغداء او لا في العشاء. او كيما دائما خصنا نجمعو كوزينتنا من بعد ما طيبنا ورولنا القشاشع وغسلناهم باش يبقى كلشي كيشهي والكوزينه تتحيي النفس. هذا واحد الخليط كنديرو باش كيعطر ليا الدار، كيحيد رائحه الاكل، الحامض والتين وكردمومو والقرنفل كنديرهم في الماء كنخليهم يطيبوا. الكافيتيريا ديالي ها هي غسلتها ونشفتها، غادي ندير واحد الدكيكه دابا ديال القهيوه. او ها نتوما كتشوفوا انا كتعجبني بعدا كوزينتي تبقى هكا مجموعه، كنبقى مرتاحه فاش كنشوفها مرونه بحال الا كلشي مرون في الدار، حاله سيكولوجيه. او دائما نخليو الدار ديالنا مجموعه كل على ما قدينا على ما قدينا. من بعد الروينه والتشخطين والطياب نمشيو نديرو شويه ديال الحركات. هنا كندير 20 دقيقه ديال الكارديو، من بعد كندير الماكينات كما كتشوفوا. بغيت نصورهم معكم. هنا هاد الماكينه على حسب الجري اللي كديري والدقائق تذكر لك لي كالوري اللي حرقتي. وبلا ما نطول عليكم الفيديو ديالنا جاء على النهايه ديالو، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالنا. مرحبا بكم القدام والجداد على الراس والعين، وهو هذا مع السلامه. تهلاو ليا في راسكم وسنه سعيده.